الجديد هنا كرا شوف مزيان. هانيش تحت شعار صنع بأيدينا، تحت شعار هذه الصناعة التقليدية، معرض الجهة للصناعة التقليدية خرافي عاوتاني حتى هنايا، معرض الجهة للصناعة التقليدية. نشوف هذه هنا عمارات هنا نشوف حسن تاني هنايا عندي كازا يا سلام. شارع راقي، شوارع راقية جدا. شوف الديكور هنايا، شوارع راقية، كاين كافي زينين هنايا، كافي مزيانين بزاف. مسجد طريق الكورنيش هذا كله، مسجد الحسن الثاني، هنا مسجد الحسن الثاني، طريق الأعلى مسجد الحسن الثاني. هذا بورغون هنايا، هذا راكون الكازون هذا كان كله رمل، بحر كنا نعومو فيه من بورغون، نخرج من بورغون نعومو فيه. نمشيو بغيت يمشي، نجي توقف الحسن تاني، نجيب باص خمسة، نجي جنب مسجد الحسن تاني، توقف جنب مسجد الحسن تاني وتا رائع. هنايا هنا ماشي هنا الصوفية، الصوفية ليه؟ الصوفي من ناحية هنا، هذا الشارع غير هنا الصوفي، الصوفي هنا. مسجد الحسن الثاني تحفة، تحفة الصراحة، تحفة فريدة من نوعها، تعيا ما توصف فيه أشياء باش توصف، خاصك ما هي أم النهار، بزاف د الحوايج خاصك توصف. باش توصف مسجد الحسن الثاني يبغالك حاجات كثير، مش حتوصف الحجر اللي انبنى بيه، ولا الزخرفة، ولا نوع المسجد. المسجد ترى فيه قواس الفوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة القواس، يعني مسجد تصلى فيه صلاة الجمعة، وتصلى فيه الصلاة الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، صلاة العيد، الصلوات كلها. يعني مسجد راقي واسع، أكبر مسجد في العالم. شوف تحفة، شيء خرافي. هذا هنا شارع الصوفي، هذا مستشفى الصوفي، مستشفى الصوفي هو هذا، شارع الصوفي. هذا كيخرج المسجد الحسن الثاني مباشرة، خرج المسجد الحسن الثاني مباشرة، منصة شباب بالويدان. آي آي آي، هو لف الباص من هنا، ما مشاش مع الكورنيش، لف لفة هنايا لين على حسب البيوت ولا ما، هنا موقف. الكازابور يمشي، الباص كيمشي حتى الكازابور هنايا، فيه مسجد الحسن الثاني من هناك، وفيه مبنى هنايا زوين.
شنو واش البلدية ولا العمالة. وانا كلنا تابع المسجد أظن، كلنا تابع المسجد المكتبة. شوف المسجد فين كاين، كل هاد المباني هنايا متحف مسجد الحسن الثاني، هذا كلنا تابع المسجد. رائع هذا المسجد، شوف هنا المسجد الحسن الثاني، متحف المسجد الحسن الثاني، فيه هذا كله تبع الحسن الثاني، المسجد الحسن الثاني كله تبع المسجد الحسن الثاني. رائع صراحة، شيء خرافي جدا، شيء خرافي خرافي. فين ما مشيتي تلقى خضار، تلقى جردان، الناس جالسه كل واحد فين كيفاش كيفكر في حياته، كيفاش. الله يرزق الناس الايمان القوي ان شاء الله، لان الواحد كيتقاعد مشكله، تقاعد مشكله. خرجنا من هنا الظاهره، بعد شفنا المتحف.